الرحمن الرحيم. إن شاء الله احنا النهارده قلنا هنشرح الدرس الرابع. أولا الدرس ده سهل جدا، من أسهل الدروس أساسا، يعني أسهل من الدروس اللي فاتت كلها. الدرس ده بيتكلم عن الروابط الفيزيائية. لو تفتكروا في الدرس الأولاني خالص احنا قلنا إن احنا هندرس أنواع الروابط أو أشكال الروابط. قلنا إن الروابط دي عندي نوعين اتنين، في حاجة اسمها روابط كيميائية وفي حاجة اسمها روابط فيزيائية. الروابط الكيميائية اللي احنا خدناهم في درسين اللي فاتوا، اللي هما كان منهم الرابطة الأيونية والرابطة التساهمية والرابطة التناسقية اللي هي آخر حاجة واخدينها في الدرس اللي فات. يبقى كده الثلاثة دول احنا خدناهم. طيب تاني نوع اللي هو الروابط الفيزيائية، دول اللي احنا هناخدهم النهاردة. هما نوعين اتنين بس، حاجة اسمها الرابطة الهيدروجينية والرابطة التانية اسمها الرابطة الفلزية. هما دول اللي هناخدهم النهاردة. أول حاجة هناخد الرابطة الهيدروجينية. عاوز أعرف إيه هي الرابطة الهيدروجينية، بتحصل بين أي عنصرين بالظبط، وإيه ظروفها وإيه شروطها بالظبط. مبدئيا هنتكلم عن مركبين اتنين عندنا، مركب اسمه ال H2S اللي هو كبريتيد الهيدروجين، اسمه كبريتيد الهيدروجين، ومركب تاني اللي هو ال H2O اللي هو المية. بصوا وهما بيدرسوا المجموعات الذرية، لو تفتكروا احنا كنا بنقول في حاجة اسمها تدرج في الخواص في الترم الأولاني. كنا بنقول مثلا اللي هو السالبية الكهربية مثلا بتقل ولا بتزيد في الدورة الواحدة، نصف القطر بيقل ولا بيزيد، فرق الجهد التعيين بيقل ولا بيزيد. هنا نفس الكلام، احنا كنا بنقول ايه، كانوا بيقارنوا بين المجموعات من حيث حاجة اسمها هاليدات المجموعات او هاليدات العناصر اللي في المجموعه دي. يعني ايه؟ يعني مثلا لو انا عندي حاجه زي الكلور كان في المجموعه الكام، ال17 او السبعه، ايه كان في معايا الفلور والكلور والبروم واليود. طيب لو كنت بقول هاليد الفلور كنت بعمل ايه؟ بقول اتش اف، هاليد الكلور يعني اتش سي ال، هاليد البروم يعني اتش بي ار. يعني كلمه هاليد دي معناها ايه؟ معناها ان انا بجيب الهيدروجين مع العنصر ده. كلمة هاليد معناها إن أنا بحط الهيدروجين مع العنصر ده. طب أنا دلوقتي بقول عندي هاليد الفلور، عندي هاليد الكلور، وعندي هاليد البروم وهاليد اليود وهكذا. طيب دلوقتي هما بدأوا يقارنوا بين العناصر دي أو بين الهاليدات دي من حيث حاجة اسمها درجة الغليان. عاوزين نعرف يعني درجة الغليان بتاعتهم هل بتزيد في المجموعة الواحدة ولا بتقل؟ احنا طبعا عارفين احنا في المجموعة الواحدة لما بننزل من فوق لتحت العدد الذري بيزيد، في نفس الوقت الكتلة الذرية بتزيد أو الكتلة المولية بتزيد، كتلة المولية تزداد. طب لما الكتلة المولية تزداد قالوا يبقى معنى كده إن المركب ده كتلته كتير. طب لما تكون كتلته كتير يعني معنى كده إن درجة غليانه هتبقى إيه؟ كتيرة. يبقى كل ما تزيد الكتلة المولية تزداد درجة الغليان. يبقى هم درسوا وقالوا ايه، ان لما انا بدرس هاليدات العناصر اللي في المجموعه الواحده بزياده الكتله الموليه بتزيد درجه الغليان. طب نيجي نبص للمجموعه السته، ايه كان في منها؟ مين كان فيها؟ الكبريت، كان فيها الاكسجين، بس طبعا الاكسجين الاول. هما دول اللي احنا هنقارن بينهم دلوقتي، دول اللي يهموني الاكسجين الاول، بعد كده الكبريت. طب قارنوا كده، المفروض وانا نازله يبقى الكتله الموليه تزداد. طب لما الكتلة المولية تزيد يبقى معنى كده إن درجة الغليان تزداد. يبقى ده معنى إيه؟ إن أنا لو جبت الهاليد مع الهيدرو مع الأكسجين اللي هو الـ H2O والهاليد مع الكبريت اللي هو الـ H2S، المفروض إن الـ H2S يبقى درجة غليانها أعلى من الـ H2O. يبقى تاني إحنا دلوقتي بنتكلم عن الهاليدات، كل ما بنزل في المجموعة الواحدة من فوق لتحت في الحالة دي الكتلة المولية بتزيد، ولما الكتلة المولية بتزيد يبقى معنى كده إن هاليد العنصر ده بيكون أقل من هاليد العنصر ده، وبالتالي درجة غليان المركب اللي كتلته المولية كبيرة يبقى هو اللي درجة غليانه أعلى. يبقى كل ما انزل من فوق لتحت درجة الغليان بتزيد. ليه؟ لأن الكتلة المولية بتزيد. بس هنا بقى اكتشفوا إن في نقطة شاذة في الحوار كله، اللي هي إيه؟ اللي هي المقارنة ما بين المية والـ H2S. لو على كلامهم ان فعلا الكتله الموليه لما بتزيد درجه الغليان بتزيد، كان المفروض ان الكتله الموليه بتاعت ال H2S تبقى اعلى من الكتله الموليه بتاعت ال H2O،
وبالتالي يبقى درجة غليان ال H2S أعلى من درجة غليان ال H2O. بس هما اكتشفوا حاجة تانية خالص، اكتشفوا إن المية بتغلي عند درجة حرارة 100، لكن ال H2S بتغلي عند درجة حرارة سالب 61. يعني معنى كده إيه؟ معنى كده إن درجة غليان المية كتير، لكن درجة غليان ال H2S قليلة. يبقى ده عكس إيه؟ عكس التدرج في التركيز، أو عكس التدرج في الخواص زي ما هم افتكروا. يبقى ده عكس الكلام اللي هم قالوه تمام. طب ايه اللي حصل بقى؟ ايه اللي خلى ال H2O تاخد درجة غليان أعلى من ال H2S بالرغم إن ده الوضع الشاذ، يعني مش الطبيعي أبدا؟ قالوا يبقى معنى كده إن جزيء ال H2O فيه رابطة، الرابطة دي قوية، والرابطة دي هي اللي خلت درجة الغليان تعلى. ما هو بص تخيلوا كده، هو يعني إيه غليان أصلا؟ يعني أنت بيبقى عندك شوية مية بتغليهم، يعني بتكسري الجزيئات اللي فيهم. طب دلوقتي لو في روابط بين الجزيئات دي كده ماسكة في بعضها، هل ينفع أكسرها بسهولة؟ لا، يبقى محتاجة إيه؟ محتاجة درجة غليان عالية قوي عشان ينفع أكسرها. قالوا يبقى ده معناه إن ال H2O في رابطة بين الجزيئات بتاعتها، لكن ال H2S لا. طب إيه هي الرابطة اللي بين جزيئات ال H2O؟ بصوا كده، فاكرين لما كنا بنقول الرابطة التساهمية، كنا بناخد حاجة اسمها الرابطة التساهمية القطبية، كنا بنقول إن جزيء المية اللي هو O H H كان فيه هنا كده رابطة تساهمية قطبية، وهنا رابطة تساهمية قطبية. فأنا لو بتكلم عن الرابطة التساهمية بقول هي رابطة بتحدث بين الذرات في الجزيء، تحصل بين الذرات في الجزيء الواحد. يعني انا في جزيء الميه اهو الواحد حصل رابطه ما بين الهيدروجين والاكسجين، وحصل رابطه بين الهيدروجين والاكسجين، دي كده رابطه تساهميه قطبيه. طيب ممكن اقول الرابطه في جزيء الميه، في الجزيء يعني في قلب الجزيء ذات نفسه برضو رابطه تساهميه قطبيه. امال ايه الرابطه اللي انا بتكلم عنها بقى؟ بتبقى رابطه بين الجزيئات. يعني ايه بين الجزيئات؟ يعني ده جزيء ميه اهو، هجيب جزيء ميه كمان معايا واربطهم ببعض، واجيب جزيء ميه كمان معايا واربطهم ببعض. ايه اللي يحصل؟ بتيجي الاكسجينه دي ترتبط برابطه هيدروجينيه مع الهيدروجينه دي، يبقى الاكسجينه اللي في مركب في الجزيء الاولاني ارتبطت بالهيدروجينه اللي في الجزيء التاني. يعني الاتنين كل واحد فيهم في جزيء مختلف عن التاني، دي رابطه ايه؟ هيدروجينية. طب نفس الكلام هنا، الجزيء ده هيرتبط بالجزيء ده ازاي؟ هتيجي الاكسجين اللي في الجزيء ده ترتبط بالهيدروجين اللي في الجزيء ده اهي. طب رابطة ايه؟ هيدروجينية، دي اسمها الرابطة بين الجزيئات. يبقى ركز كويس، في فرق بين لما يقول لي الرابطة بين الجزيئات في المية، أو يقول لي الرابطة في جزيء المية، أو يقول لي الرابطة بين الذرات في جزيء المية، في فرق كبير. تاني، الرابطة لو بين الذرات يبقى بيتكلم عن جزيء واحد بس، ما عنديش غير جزيء H2O واحد بس، ما عنديش اتنين، هو واحد. طب الرابطة اللي جوه دي رابطة ايه؟ تساهمية قطبية عادية. لكن لو قال لي الرابطة بين الجزيئات، يعني معناها بجيب جزيء مع جزيء مع جزيء مع جزيء، دي كده اسمها الرابطة بين الجزيئات. طب الرابطة بين الجزيئات رابطة ايه؟ هيدروجينية. بس بنربط ازاي؟ بنربط اكسجينة من الجزيء الاولاني مع هيدروجينة من الجزيء التاني. نفس الكلام هنا، اكسجينة من الجزيء الاولاني مع هيدروجينة من الجزيء التاني، دي كده اسمها الرابطة الهيدروجينية. في الحالة دي احنا بنسمي الرابطة الهيدروجينية دي بحاجة اسمها قنطرة، بنسميها قنطرة. يعني ايه قنطرة؟ يعني ممر او وصلة، وصلة بتوصل ما بين الجزيئات مع بعضها، بين الجزيء ده والجزيء ده. طيب هل هنا في شرط عشان تحصل الرابطة الهيدروجينية؟ اه، الشرط ان الهيدروجين يكون مرتبط بذرة سالبيتها الكهربية عالية، مرتبط برابطة قطبية مع ذرة تانية سالبيتها الكهربية عالية. مش الهيدروجين مرتبط بالأكسجين برابطة ايه؟ تساهمية قطبية. طب والأكسجين سالبيته الكهربية عالية ولا لأ؟ اه، يبقى ينفع. تاني، لو انا خدت مثلا حاجة زي النشادر NH3، مش النشادر دي عبارة عن نيتروجين معاه 3 هيدروجين؟ طب لو انا حاولت اربطها مع واحدة كمان، هل ينفع ولا ما ينفعش؟ ينفع. ليه؟ لان الهيدروجينة مرتبطة بالنيتروجينة، والنيتروجينة دي مرتبطة بيها برابطة تساهمية قطبية، وفي نفس الوقت النيتروجينة دي سالبيتها الكهربية عالية قوي،
يبقى معنى كده ينفع عادي جدا يحصل ارتباط ما بين الجزيئات، يبقى النيتروجينة دي هترتبط بالهيدروجين اللي في الجزيء التاني بربط ايه؟ هيدروجيني. طيب ناخد واحد تاني، مثلا ال HF جزيء فلوريد الهيدروجين، ايه اللي هيحصل؟ الهيدروجينة مرتبطة بالفلور. طب الفلور ده سلبيته الكهربية عالية ولا لأ؟ اه سلبيته الكهربية عالية. طيب مرتبط برابطة تساهمية قطبية ولا لأ؟ اه مرتبط برابطة تساهمية قطبية. يبقى عادي جدا ان نربط بين الجزيئات، يعني ممكن اجيب واحد كمان اتش اف وممكن اجيب واحد كمان اتش اف، وتيجي دي الهيدروجينة دي ترتبط مع الفلورة دي برابطة هيدروجينية، ونفس الكلام الهيدروجينة دي ترتبط مع الفلور ده برابطة هيدروجينية. طب الرابطة اللي جوه ايه؟ تساهمية قطبية عادي جدا. يبقى تاني، يبقى انا دلوقتي عندي الرابطة التساهمية، الرابطة الهيدروجينية بتنشأ ما بين ايه؟ ما بين هيدروجين وعنصر تاني او ذرة تانية، الذرة دي بتكون سالبيتها الكهربية عالية. طيب بتيجي ترتبط بقى من الناحية التانية بنفس الذرة بالظبط، يعني هي في الحالتين هي محشورة أو محصورة ما بين اتنين، والاتنين نفس الذرتين بالظبط، يعني نفس الذرتين، هنا أكسجين هنا أكسجين، هنا فلور هنا فلور، هنا نيتروجين هنا نيتروجين، يبقوا نفس الذرتين في نفس الوقت سلبيتهم الكهربية عالية، بس في نفس الوقت لازم يكون فيهم أزواج إلكترونات حرة، يعني هنا في أزواج إلكترونات حرة وهنا في أزواج إلكترونات حرة. ما احنا عارفين إن الفلور فيه إلكترونات حرة، النيتروجين فيه إلكترونات حرة، والأكسجين فيه إلكترونات حرة. يبقى انا دلوقتي عندي ثلاث امثله بس اللي هما ال H2O ال NH3 وال HF. طيب يجي يسالني سؤال، طب هل كل المركبات اللي فيها روابط هيدروجينيه هي مركبات قطبيه ولا لا؟ اه طبعا كل المركبات التي تحتوي على روابط هيدروجينيه تعتبر مركبات قطبية. ليه؟ لأن أنا لسه قايلة عشان يحصل الرابطة الهيدروجينية لازم الهيدروجين يكون مرتبط بذرة تانية برابطة تساهمية قطبية، يعني معنى كده إن مستحيل الرابطة الهيدروجينية تحصل إلا إذا كان في رابطة تساهمية قطبية أساسا موجودة، ومادام في رابطة تساهمية قطبية يبقى مركب قطبي، يبقى معنى كده إن أي مركب فيه رابطة هيدروجينية بيكون مركب قطبي وبيذوب في المذيبات القطبية. احنا طبعا عارفين من سنة أولى ثانوي إن المركب القطبي بيذوب في المذيبات القطبية والمركب الغير قطبي بيذوب في المذيبات الغير قطبية. مين هي المذيبات القطبية؟ حاجة وحيدة بس اللي خدناها اللي هي المية. طب حلو، يجي بعد كده يقول إيه؟ طب دلوقتي أنا عاوز أعرف هل الرابطة الهيدروجينية دي قوية والله ضعيفة؟ بما إننا قلنا إن الرابطة الهيدروجينية هي اللي بتخلي درجة الغليان تعلى، فأنا عارفة إن الرابطة الهيدروجينية قوية، بس بقى هل هي قوية أكتر من الرابطة التساهمية ذات نفسها ولا لأ؟ مش أنا دلوقتي لسه قايلة أدي الأكسجين معاه اتنين هيدروجين أهي، والأكسجينة دي معاها اتنين هيدروجين أهي، اللي هيحصل إن دي مع دي رابطة تساهمية قطبية، ودي مع دي رابطة تساهمية قطبية، إنما الذرة دي مع الذرة اللي في الجزيء التاني تبقى رابطة هيدروجينية. طب أنا عايز أعرف بقى مين أقوى في الاتنين، الرابطة الهيدروجينية ولا الرابطة التساهمية؟ الرابطة التساهمية أقوى بكتير. ليه بقى؟ بصوا كده، تبصوا تلاقوا الأكسجينة دي مرتبطة بالرابطة التساهمية الهيدروجينية، معلش، بالطريقة دي الرابطة طويلة قوي، لكن في المركب ذات نفسه الرابطة التساهمية قصيرة قوي. تخيلوا كده ان انتوا عندكم مثلا حتة خشبة طويلة قوي وحتة خشبة صغيرة قد كده، مين الاسهل في الكسر، الطويلة قوي ولا الصغيرة؟ طبعا الطويلة قوي، انا بالنسبة لي الطويلة دي سهل قوي اكسرها باي حاجة، انما القصيرة دي هتبقى صعب قوي ان انا اقدر اكسرها، لسه هكسرها لزاوية صغيرة قوي كده. يبقى دلوقتي الرابطة الطويلة دي عشان هي طويلة قوي فهي ضعيفة، يبقى الرابطة الهيدروجينية ضعيفة ليه؟ عشان هي رابطة طويلة، إنما الرابطة التساهمية قوية عشان هي رابطة قصيرة. يبقى معنى كده إن الرابطة الهيدروجينية أضعف من الرابطة التساهمية. ليه؟ لأن الرابطة الهيدروجينية
أكثر طولا من الرابطة التساهمية. كل ما الرابطة تكون طويلة كل ما تكون ضعيفة، يعني سهلة أوي إن احنا نكسرها. طيب تيجي اسألني يقول لي إيه دلوقتي، هل لما أنا أجي أرسم الرسمة برسمها عادية كده يعني أي أكسجينة ترتبط بأي هيدروجينة؟ لأ طبعا، في شروط. أول شرط إن تكون الرابط على استقامة واحدة مع الرابطة التساهمية. الرابطة الهيدروجينية لازم تكون على استقامة واحدة مع الرابطة التساهمية، زي مركبين اتنين عندي اللي هما المية والـ HF. طيب بصوا كده، ادي الـ H2O، انا قلت واحدة O مع اتنين H اهم، وده واحدة O مع اتنين H اهم، هنا واحدة O مع اتنين H. بصوا كده الرابطة تحصل ازاي. مش احنا قلنا الرابطة الهيدروجينية بتحصل ما بين واحدة اكسجينة مع واحدة هيدروجينة من الناحية التانية؟ طيب الهيدروجين اهي والاكسجين اهي، الارتباط يحصل ازاي؟ لازم تكون على استقامة واحدة مع الرابطة التساهمية. شوفوا الرابطة التساهمية عاملة ازاي، لازم انا اجي على نفس الاستقامة بتاعتها اهي، دي كده الرابطة الهيدروجينية. طب نبص الناحية التانية، مش دي اكسجين اهي، المفروض انها ترتبط بالهيدروجين اللي في الجزيء التاني برضو برابطة هيدروجينية، بس لازم تكون على نفس الاستقامة مع الرابطة التساهمية اهي، لازم تكون كده، دي الرابطة الهيدروجينية. نفس الكلام لو انت هتستخدمه مركب تاني، بص اهو نفس الكلام، الاكسجينة دي المفروض انها ترتبط مع الهيدروجين دي برابطة ايه؟ هيدروجينية، ولازم يكون على نفس استقامة الرابطة التساهمية اهو، هتجيبيها على نفس الاستقامة اهي، دي الرابطة الهيدروجينية. يبقى تاني، يبقى دلوقتي الرابطة الهيدروجينية شرط أساسي لازم تكون إيه؟ خلي بالكوا ده مش في كل المركبات، ده في المركبات يعني الأقرب الأصح طبعا، واللي هي بتديني ثبات قوي للرابطة الهيدروجينية. يعني الرابطة الهيدروجينية في الحالة دي بتكون قوية، بتكون صعبة الكسر، في درجة الغليان تبقى عالية قوي. إزاي؟ إن يكون الرابطة الهيدروجينية على استقامة واحدة مع الرابطة التساهمية القطبية اللي موجودة في الجزيء، لازم يبقوا على صف واحد كده، ودول على صف واحد كده. طيب ناخد مركب تاني اللي هو الـ HF. احنا قلنا الـ HF هناخد اهو، بصوا كده ادي الـ F معاها H، ادي الـ H معاها هنا F، ادي الـ H ومعاها هنا F. بصوا كده الرابطة تيجي ازاي، الفلورة اهي ترتبط مع مين؟ مع الهيدروجين اهي، بس على ايه؟ على استقامة واحدة مع الرابطة التساهمية. الرابطة التساهمية اهي، يبقى الاستقامة تحصل كده، دي الرابطة الهيدروجينية. طيب بصوا كده، مش دي فلورا اهي، ودي المفروض رابطة تساهمية قطبية اهي، يعني المفروض اللي هتيجي تيجي في نفس الاتجاه اهي، تيجي معاها ال H وال F. فهمتوا حاجة؟ يعني معنى كده ان الرابطة الهيدروجينية بتبقى على استقامة واحدة مع الرابطة التساهمية القطبية. طيب دلوقتي انا عاوز اعرف النشادر بقى، هل النشادر على استقامة واحدة ولا مش على استقامة واحدة؟ لا، النشادر هي الحاله الوحيده الشاذه اللي ما بيكونوش دايما على استقامه واحده، يعني المفروض ان هما لو على استقامه واحده يبقى الزاويه دي كده ايه، 180 درجه. احنا عارفين طبعا لو المركب على استقامه واحده يبقى الزاويه هنا 180 درجه وهنا 180 درجه، هنا نفس الكلام، دي 180 درجه ودي 180 درجه. طب لو انا بصيت بقى للنشادر هتلاقيها عامله بالطريقه دي كده، ادي النيتروجين تلاقي معانا هي هيدروجين، هيدروجينه وهنا هيدروجينه، هتبصي تلاقي النيتروجينه جايه كده، هيدروجينه هيدروجينة هيدروجينة. بصوا كده للرابطة هتحصل ما بين النيتروجينة دي والهيدروجينة دي ازاي كده، ادي الرابطة الهيدروجينية وده الرابطة التساهمية، هل هم على استقامة واحدة؟ لا. طب هم مش على استقامة واحدة، طب الزاوية بينهم كام؟ 160 درجة. يبقى أصبح في جزيء النشادر الربط الزاوية ما بتكونش مستقيمة، يعني ما بتكونش 180 درجة، لا دي بتكون 160 درجة. في نفس الوقت الربط الهيدروجينية والربط التساهمية ما بيكونوش موجودين على استقامة واحدة، ودي طبعا الحالة الشاذة عندنا. طيب لو ناخد بقى أشكال المركبات، أنا عاوزة أعرف هل المركبات لما بترتبط مع بعضها بالروابط الهيدروجينية بيكون كلها لها نفس الشكل ولا لا؟
احنا عندنا ثلاث انواع من الاشكال، يعني ثلاث اشكال بالظبط. اول حاجه ممكن يكون في شكل حاجه اسمها سلسله مستقيمه، ممكن يكون حاجه اسمها الحلقه المغلقه، ممكن يكون شبكه مفتوحه. طب احنا هناخد مثال على كل واحد فيهم ونشوف معمول ازاي. السلسله المستقيمه في عندي مثال واحد اللي هو ال HF فلوريد الهيدروجين. طب انا عايز اعرف فلوريد الهيدروجين بقى شكله عامل ازاي، يعني ايه سلسله مفتوحه؟ سلسله مفتوحه يعني ليها طرف بدايه وليها نهايه، وفي نفس الوقت كلهم لو انت مشيت من نقطه توصل لاخر النقطه. يعني مثلا انت مشيت كده اهو، وصلت من نقطه، يعني بدات من نقطه ووصلت لاخر نقطه، دي كده اسمها سلسله مفتوحه او سلسله مستقيمه. ممكن ابقى ماشيه كده بس برضه وصلت من هنا ووصلت هنا، فهمتوا كده؟ طيب دي كده السلسله اللي انا عاوزاها. بصوا ال اتش اف هتيجي عامله ازاي، ادي الفلور مع الهيدروجين، تيجي عامله ازاي؟ تيجي كده بالهيدروجين ومعاها الفلور. طب تيجي الناحيه التانيه عامله ازاي؟ كده الهيدروجين ومعاها الفلور. طب تيجي اللي بعدها عامله ازاي؟ كده بالهيدروجين ومعاها الفلور. شفتوا الشكل ده؟ شكل كده السلسله المفتوحه او السلسله المستقيمه بتاعت ال اتش اف. بنبدأ من طرف وننتهي بطرف، بنسميها سلسلة مستقيمة أو سلسلة مفتوحة. ليه؟ لأنها مش مقفولة من ناحيتين، عاملة شكل العقد المفتوح، ما هوش مقفول من ناحيتين، فبنسميه سلسلة مفتوحة. طب أمال إيه الحلقة المغلقة؟ حلقة مغلقة يعني الطرفين الاتنين ماسكين في بعض زي العقد لما يكون مقفول أو لما يكون مربوط. نفس المثال برضه هو الـ HF، بيبقى الشكل هنا في الحالة دي عامل إزاي؟ أدي الفلورة أهي، دي الـ H. ال HF العادية بتاعتنا اللي هي مربوطة بربطة تساهمية عادية جدا، تيجي ترتبط هنا كده ب F، دي الربطة الهيدروجينية، ال F تنزل مع ال H عادي جدا، بعد كده ربطة هيدروجينية أدا ال F ومعاها مين؟ ال H. خلوا بالكم لازم تكون ربطة هيدروجينية بعدين ربطة تساهمية، ربطة هيدروجينية وربطة تساهمية وهكذا. طيب هنا ربطة تساهمية، يبقى اللي بعدها الربطة الهيدروجينية أدا ال F، تيجي فوقها ال H ربطة تساهمية، بعد كده ربطة هيدروجينية مع ال F، بعدين ربطة تساهمية مع ال H، بعدين ربطة هيدروجينية مع ال F، بعدين ربطة تساهمية مع ال H، بعدين ربطة هيدروجينية مع ال F. بصوا ايه اللي حصل هنا، عملنا حلقة مقفولة يعني بدايتها ونهايتها واحدة، احنا بدأنا من هنا ونهينا عند نفس النقطة اهي، مقفولة مفيهاش اي فتحة خالص. يبقى انا بدأت من الفلور ورجعت للفلور مرة تانية، دي كده اسمها الحلقة المغلقة. يبقى انا عندي فلوريد الهيدروجين، الهيدروجين بياخد الشكلين، بياخد السلسله المستقيمه عادي او السلسله المفتوحه وبياخد الحلقه المغلقه. طب تاني نوع او تالت نوع معلش، الشبكه المفتوحه. الشبكه المفتوحه ده مثال عليها مين؟ جزيء الميه. اعمل شبكه مفتوحه بالظبط ازاي؟ بصوا كده ادي الاكسجين وادي الهيدروجين، في الناحيه الثانيه تلاقي الاكسجين والهيدروجين، ادي الاكسجين ومعاه اتنين هيدروجين، نفس الكلام أكسجينة معاه اتنين هيدروجين، وده برضو هنا أكسجينة ومعاه اتنين هيدروجين. بصوا الرابطة تحصل ازاي، دي كده كلها جزيئات مية، دي كلها روابط تساهمية عادية، فين الروابط الهيدروجينية اهي؟ ما بين الهيدروجينة دي والأكسجينة دي اهي، ما بين الهيدروجينة دي والأكسجينة دي اهي. طب هنا ما بين الهيدروجينة دي والأكسجينة دي اهي، وهنا ما بين الهيدروجين والاكسجين اهي. كده عملنا شكل ايه؟ اولا ما هماش مستقيم، ليه؟ لانه مش على استقامه واحده، يعني انت ممكن تمشي كده هتضطر تيجي كده، عديتي على دول؟ لا ما عديتيش عليهم. طب لو بداتي من هنا بصوا كده 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 برده مش هتعدي على دول، ما ينفعش. دي كده كانت على استقامه واحده ازاي؟ كنا بنبدا من هنا ونمشي على استقامه واحده اهي، عدينا عليه كله، مفيش حته ما عدناش عليها. لكن هنا لو انت جيتي تعدي مش هتعرفي تعدي عليها كلها. لو بدأتي من هنا ممكن تمشي كده وتيجي كده وتيجي كده، بس هل انت عديت على الحتة اللي في الجنب دي؟ لا. طب انا ممكن ابدأ من هنا وامشي كده وامشي كده وامشي كده وامشي كده، بس انا ما عديتش على مين؟ على الحتتين دول، فما ينفعوش. في الحالة دي انا بسميها شبكة مفتوحة. يبقى انا لو بدأت من نقطة وعديت على كله في خطوة واحدة يبقى كده بنسميها سلسلة مستقيمة، لكن لو لقيت نفسي مشيت الخطوة وفي حتت ما عديتش عليها تبقى شبكة مفتوحة. طب ولو لقيتها مقفوله الطرفين يعني البدايه والنهايه واحده يبقى دي حلقه مغلقه. دي كده الرابطه الهيدروجينيه ما فيهاش اي حاجه خالص.
بعد كده آخر نوع من الروابط خالص اللي هي الرابطة الفلزية. الرابطة الفلزية بتحصل ازاي؟ بيقولوا ان دايما احنا عارفين الفلزات ليها ايونات موجبة، بتكون ايونات موجبة. يعني ايه؟ يعني بتفقد الكترونات وتتحول لايون موجب. فاحنا هنا بنقول ايه بقى؟ الفلز الشكل بتاعه بنسميه حاجة اسمها الشبكة البلورية. الشكل بتاع الفلز ذات نفسه بنسميه بالشبكة البلورية. الشبكة البلورية دي بتبقى عاملة ازاي؟ بتبقى عبارة عن الايونات الموجبة عاملة كده. الايونات الموجبة يعني مثلا هنفرض ان العنصر ده اكس، هنا اكس موجب، اكس موجب، اكس موجب، اكس موجب، واكس موجب، واكس موجب. دي كلها الايونات الموجبة. طيب الايونات الموجبة دي مش المفروض ان احنا عارفين ان الاقطاب المتشابهة بتتنافر؟ يعني كل دول موجب، فالمفروض يحصل بينهم قوة تنافر. طب ايه اللي ما بيخليهمش يتنافروا مع بعض؟ في حاجة بتيجي في النص تحجز ما بينهم. ايه هي الحاجة دي؟ الالكترونات السالبة. بتيجي الالكترونات السالبة هنا كده في النص عشان تمنع حدوث قوة التنافر ما بينهم. فاحنا بنقول دايما ان الفلزات بتتكون من شبكة بلورية، بحيث ان ايونات الفلز الموجبة بتترتب بشكل معين وتحيط بيها حاجة اسمها السحابة الالكترونية. طبعا احنا عارفين السحابة عن السحابة الالكترونية قبل كده. السحابة الالكترونية يعني عبارة عن الكترونات التكافؤ بس محاوطين الايونات الموجبة. محاوطينها ليه؟ عشان يمنعوا قوة التنافر اللي بينهم. عاملة زي ايه بالظبط؟ زي لما يكون مثلا واحد بيبني حيطة. بيبني ازاي؟ بيحط الطوبة وبعدين يحط حواليها اسمنت، ويحط الطوبة التانية ويحط حواليها اسمنت، ويحط الطوبة التالتة ويحط حواليها اسمنت. هو بيحط الاسمنت ده ليه؟ عشان يخليهم يمسكوا في بعض. هو لو حط الطوب من غير اسمنت الطوب مش هيمسك في بعضه، فبيضطر يحط الاسمنت عشان يخليه يمسك في بعضه. هنا نفس الكلام، الايونات الموجبه لو انا سبتها كده مش هتفضل ماسكه في بعضها. فاللي بتيجي الكترونات التكافؤ اللي هي السحابه الالكترونيه السالبه بتيجي تتحط في نصهم او تحيط بيهم. ليه؟ عشان تخليهم يمسكوا في بعض. يعني هي مسؤوله عن ان هم اصلا يتجاذبوا مع بعض او يمسكوا في بعض. طيب يجي يقول لي مثلا ايه الفلز؟ الكلام ده طبعا تخطوه في الاعدادي. ليه الفلز بيوصل التيار الكهربي؟ الفلز بيوصل التيار الكهربي بسبب حرية حركة الإلكترونات. كنا بنقول إن في حاجة اسمها شدة التيار أو التيار الكهربي عبارة عن سلك كده مصنوع من مادة موصلة للتيار الكهربي، يعني مثلا حديد، ألمونيوم، نحاس، أي حاجة بتوصل التيار الكهربي. الفلزات دي بتفقد الإلكترونات وتتحول لأيون موجب. الإلكترونات يحصل لها إيه؟ تمشي في السلك. وما دام الالكترونات مشيت في الملف او مشيت في الموصل ده تبدا توصل التيار الكهربي. يبقى التيار الكهربي بينشا نتيجه ايه؟ نتيجة حركة أو حرية حركة الإلكترونات التكافؤ في الفلز ذات نفسه أو في الموصل ذات نفسه. طب أنا عايزة أعرف بقى إمتى الرابطة الفلزية تبقى قوية وإمتى تبقى ضعيفة؟ كل ما عدد الإلكترونات التكافؤ دي تكون كتير كل ما الرابطة تكون قوية. مش أنا لسه قايلة إن إلكترونات التكافؤ دي هي اللي بتمسك أصلا الأيونات الموجبة ببعضها؟ يعني لولا إلكترونات التكافؤ الفلز مش هيبقى قوي، مش هيمسك في بعضه. وبالتالي لما إلكترونات التكافؤ دي تزيد الرابطة الفلزية تزيد. طب ليه؟ لأن دلوقتي تخيلوا مثلا أنا عندي طوبة أهي، ورحت حتى حتة أسمنت صغيرة أوي كده، ورحت حاطة الطوبة التانية، حتة أسمنت صغيرة أوي، وحطيت الطوبة التانية، هل هينفع يمسكوا بعض كويس؟ لا طبعا، ده بالعكس، ده بيحطوا من هنا ومن هنا ومن هنا ومن هنا، من كل جانب. ليه؟ عشان يمسك بالطوب كله من كل الجوانب. فبنقول إن الذرة في الحالة دي بتصبح أكثر تماسكا، أكثر تماسكا وأكثر صلابة، بيكون صلب جدا. يعني طبعا هو في الحالة العادية هيبقى لين، يعني في الحالة العادية طالما مفيش حاجة تمسكه هيبقى لين، لكن لما بزود له الصلابة بتاعته أو بزود عدد الإلكترونات الصلابة بتاعته بتزيد. طب دلوقتي تخيلوا معدن بقى قوي قوي وصلب قوي، هل ينفع سيحه بسهولة؟ لا، ما هو كل ما المعدن يكون صلب أو متماسك في بعضه ما أقدرش أسيحه بسهولة. أسيحه يعني إيه؟ يعني قوة الانصهار أو درجة الانصهار اللي خدتوها في الإعدادي، درجة الانصهار. لو هو بيسيح بسرعة بنقول إن درجة انصهاره قليلة، لكن لو بيسيح ببطء درجة انصهاره مرتفعة. طب دلوقتي المركب ده أو الذرة دي أصبحت متماسكة قوي وصلبة قوي، هل ينفع أصهرها بسهولة؟ لا طبعا، وبالتالي درجة انصهارها هتبقى مرتفعة. يبقى كل ما إلكترونات التكافؤ تزداد يبقى قوة الرابطة الفلزية تزداد، فيصبح الذرة أكثر تماسكا، أكثر صلابة، ودرجة الانصهار مرتفعة.
حلو لحد كده. كده الرابطة الفلزية ما عادش فيها أي حاجة خالص. بس هناخد مثالين، يعني مثلا لما يقول لي عندك حاجة زي الصوديوم والمغنيسيوم والألمونيوم. الصوديوم طبعا احنا عارفين ان عدد الذري 11، فلو بوزعه يبقى 2 8 1، يبقى فين الالكترونات التكافؤ؟ هو واحد بس. طيب الا ناخد مثلا المغنيسيوم 12، لو بوزعه 2 8 2 يبقى الكترونات التكافؤ كام؟ 2. طب الالومنيوم 13، طب لو بوزعه 2 8 3 يبقى الكترونات التكافؤ كام؟ 3. طيب دلوقتي لو قال لي بقى مين فيهم اكثر صلابة؟ طبعا الالومنيوم. ليه؟ لان الكترونات التكافؤ بتاعته اقوى. عندي الصوديوم بتلاقيه دايما سهل قوي، سهل ان هو يتقطع بالسكينه، يعني حته الصوديوم دي ممكن تقطعها بالسكينه عادي جدا لانها لينه. لينه ليه؟ عشان عدد الكترونات التكافؤ بتاعتها قليله قوي، ده واحد بس. طب المغنيسيوم هو ممكن يكون لين شويه بس مش لدرجه الصوديوم، يعني هو اقوى من الصوديوم شويه بس ينفع اتنيه، يعني ممكن اعمل منه اشكال كده اتنيه عادي. طيب ده المغنيسيوم. الالومنيوم بيكون اكثر صلابه، طبعا هو ينفع اتنيه برضو وينفع اشكله بس بصعوبه جدا بادوات معينه مش بايديا، يعني انا ما اقدرش امسك حته الالومنيوم واديها واتنيها بايديا كده. طب درجه الانصهار، الصوديوم عشان هو لين وعشان هو ضعيف فدرجه انصهاره هتبقى قليله قوي 98، انما المغنيسيوم 650 بينصهر عن درجه 650. طب الالومنيوم 660، طبعا الفرق مش كبير قوي لان المغنيسيوم والالومنيوم قريبين قوي من بعض. بس ده معناه ايه؟ معناه ان كل ما تزيد قوه الرابطه الفلزيه يبقى درجه الانصهار ايه؟ ترتفع. طيب في بقى سؤالين اللي هم الاسئله او الاسئله اللي بتيجي مقالي عشان الجماعه بتوع الازهر، يجي مثلا يسال عن الرابطه الهيدروجينيه ويقول ليه الرابطه الهيدروجينيه بين جزيئات ال HF اقوى من جزيئات الميه؟ بصوا كده، انا قلت لكم من شويه ان الرابطه الهيدروجينيه كده كده بتبقى اقوى من الرابطه التساهميه، بتبقى اضعف من الرابطه التساهميه. طب دلوقتي احنا بنقارن بين الرابطه الهيدروجينيه في مركبين اتنين، هنا في ال HF وهنا في ال H2O، عايز اعرف ليه الرابطه في الهيدروجينيه هنا اقوى من هنا. لو جاب لي 3 امثله او 4 امثله او 5 امثله انا محتاجه بس كل اللي اعرفه الفرق في السالبيه. فاكرين لما كنا بنجيب في الرابطه التساهميه الفرق في السالبيه الكهربيه بين العنصرين؟ كنت بشوف اللي فرق في السالبيه الكهربيه بتاعتهم كبير بيبقى مركب قطبي اكتر. هنا نفس الكلام، بشوف الفرق في السالبيه الكهربيه، كل ما يكون الفرق في السالبيه الكهربيه كتير يبقى الرابطه الهيدروجينيه اقوى. فانا لو جبت الفرق في السالبيه الكهربيه بين الهيدروجين والفلور هنلاقيه اكبر من الهيدروجين والاكسجين، وبالتالي الرابطه الهيدروجينيه في ال HF اقوى من ال H2O. نفس الكلام لو قلت ما بين ال H2O والنشادر، هنا العكس، هجيب برضو الفرق في السالبيه الكهربيه بس هلاقي الفرق في السالبيه الكهربيه بين الاكسجين والهيدروجين عالي، لكن فرق في السالبيه الكهربيه بين النيتروجين والهيدروجين اقل. يبقى مين اقوى في الرابطه الهيدروجينيه؟ يبقى ال H2O. يبقى لو جاب لي كذا مركب وقال لي قارن بينهم من حيث الرابطه الهيدروجينيه او قوه الرابطه الهيدروجينيه، كل اللي انا بعمله بجيب الفرق في السالبيه الكهربيه بين العنصرين واشوف اللي الفرق في السالبيه الكهربيه بين العنصرين بتوعه اكتر يبقى هو الرابطه الهيدروجينيه بتاعته اقوى. الدرس ده من اسهل الدروس اللي في المنهج كله، مش محتاجه اي حاجه خالص. في حد عنده اي مشكله يا جماعه؟ محتاج حاجة يا ما يرفع ايده ونقول له يسأل. ان شاء الله كله فاهم الدرس. ايوه طيب خلاص يا ميس، شكرا جزاك الله خيرا. تمام يا حبيبتي، يعني كله فاهم الحمد لله. طب كويس والله الحمد لله. طيب ان شاء الله هنحدد حصة بقى عشان نحل على الثلاث دروس، على الاربع دروس، يبقى كده فاضل لنا درس ان شاء الله. تمام، بالتوفيق يا جماعه. السلام عليكم. ان شاء الله.